أشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني،
وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري،
واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني،
وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري،
واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني،
فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني،
ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونذر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه
لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري،
وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونفر بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.